ومساحتنا الأخيرة الصباحية لليوم حصة كبيرة للكتاب وصناعة النشر ودعم المعرفة والأنشطة الثقافية لعام 2021 مع اتحاد الناشرين السوريين، مشاركته بالخارج والداخل، والخطط القادمة لل 2022 مع رئيس اتحاد الناشرين السوريين الأستاذ هيثم الحافظ. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم وصباح الشام، وصباحنا فعلا دائما كله غير، واليوم بهذا الجو البارد واللي أنا بتمنى إن شاء الله بعد ساعة أو ساعتين يصير جو ماطر ويجي لعنا الخيرات وينقلب هذا البرد القاسي إلى مطر وخير وماء، ونحس كلياتنا أنه فعلا من خلال صباحنا غير جانا الخير. صباحكم ورد وياسمين ومحبة، وصباح دمشقي بامتياز. أهلا وسهلا فيك مع هالكلام الحلو. أستاذ هيثم، خلينا نحكي بالبداية، سنة 2021 كانت سنة مميزة مثل كل السنين ما يخص النشر والكتب والمشاركات أيضا لسوريا. خلينا نحكي عن أبرز المحطات فيما يلي بنحكي عن الخطط الجاية. هلأ نحن بعام 2021 طبعا انتم كلياتكم بتعرفوا كنا احنا عم نعاني من الازمات تبع الوباء، لكن بنفس الوقت كنا معنا ناشرين ابطال، كان في معنا ناس عم تشتغل بجد في تطوير صناعه النشر السوريه وتقديمها بشكل كثير مهم ومميز الى الوطن العربي. طبعا نحن شاركنا باكثر من مناسبه ان كان بسوريا وان كان بالوطن العربي وان كان حتى بالعالم. شاركنا، حنبدا من العالم، شاركنا بمعرض فرانكفورت هالسنه وكان لنا حتى مشاركه جيده وكان لنا حضور فاعل بصراحه ومميز. شاركنا بالعديد من المعارض وبالذات بالاشهر الاخيره اللي هي 3 اشهر الاخيره، كان في عنا معرض بالشارقه الدولي للكتاب، كان في عنا معرض بشهر 6 معرض القاهره، من يومين اجونا الناشرين من معرض بغداد، شاركنا بعد انقطاع كبير في معرض الرياض وكان لنا مشاركه حقيقه فاعلة ومؤثرة. شاركنا أيضا بمعرض أبو ظبي. إذن نحن اليوم المعارض العربية التي أقيمت بعد خلينا نقول شهر 6 بدأ شوي الانفراج والانفتاح بموضوع صناعة كورونا. النشر على لأنه هو بالأساس صناعة بعد المعارض كان في عنا مشكلة لأنه كورونا حمايتها بالتباعد والمعارض بدها تلاقي، يعني هي المعارض هي عكس تماما شروط وباء كورونا، لكن الآن بدأ الانفراج على فكرة بشكل كتير جيد، وأنا ما بدي أعطي إلا الأمل للمجتمع وللناس أنه نحن اليوم بمجتمعنا السوري هذا الوباء الحمد لله اللي ما أثر فينا مثل ما أثر بالعديد من الدول، ربما منعتنا من محبتنا ومن طيبتنا ومن أخلاقنا، ربما منعتنا أيضا الصحية اللي اشتغلت عليها وزارة الصحة مشكورة، كانت ساهمت بهذا الحماية، والحماية الأساسية والأولى الحماية الربانية لبلدنا ولمجتمعنا، كمان جعلت شوي ابتعادنا عن هذا الوباء وما تأثرنا مثل ما تأثرت فيه كثير من الدول. ونحن اليوم وقت عم نسافر للدول عم نشتغل بموضوع الاحترازات الصحية بشكل مهم، وبتصور المعارض بدأت الانفراج وبدأت تفتح. واليوم نحن عنا ب5/1 سيغادرنا الناشرين السوريين إلى معرض الدوحة الدولي للكتاب أيضا، وعنا ب1/1 كمان ب26/1 معرض القاهرة الدولي للكتاب. هذا كله بده يأسس أنه حقيقة هذا الوباء لم يستطع أن يتغلب على العزيمة وعلى الإصرار، مو بس السوري، العربي عموما، لكن الإصرار السوري كان هو فينا الأهم. فينا نقول يمكن أستاذ هيثم يمكن اليوم في تحديات كبيرة عم تواجهكم كناشرين سوريين، خصوصا مثل ما قلت يمكن
حاولت تأثر جائحة كورونا، لكن في ناس عم تحاول تبقى موجودة وتكمل في هي الصناعة مع التطور التكنولوجيا. يعني احنا بنشوف العصر متوجه بشكل سريع حول التكنولوجيا، الناس عم تروح حول الانترنت، يمكن الكتب من خلال الانترنت فيني حملها. قديش اليوم في تحديات عم تواجهكم؟ يعني حتى هيدا الانفتاح نوعا ما بيعطي شوية أمل انه لا، الكتاب السوري بعده موجود، وخصوصا اللي بيقول لك انه انا بدي استثمر مصرياتي بالكتاب، ما انا جاي بهمها. يعني بتسمع انه مكلفة جدا، فالتسويق الخارجي كمان اليوم ضمن الظروف هو بفيدكم، وصعب يعني تحدي اضافي لوجودكم اليوم. كثير حلو سؤالك. اليوم احنا حقيقة بكل المهن، مو بس بالكتاب، ربما الكتاب مهنة بدأت شوي بالظروف القاسية للمجتمع، الظروف الاقتصادية، وعلى فكرة تقول القاسية للمجتمع مو بس سوريا، نحن ربما عنا أزمتين، أزمة نهاية حرب وأزمة اقتصادية عالمية الآن خانقة، لذلك عم تأثر علينا بشكل كتير كبير. صناعة النشر ربما لأنه إلها أكثر من صعيد، هذه الصناعة تأثرت بشكل أكبر من غيرها. لكن أنا بدي أقول لك اليوم موضوع التسويق كتير مهم، صار بده جهود جبارة من الناشرين، يعني صار بده أكثر من طريقة لأنه أنت لتوصل للقارئ تبعك، لتوصل للجمهور اللي أنت مستهدفه. صار في عندك شيء اسمه تسويق الكتروني، صار كتير مهم تسويق الكتروني. حتى على فكرة اليوم وقت عم تقولي هذا الكتاب عم يتحمل على PDF من خلال الانترنت، صار هذا في بعض الأحيان عم يكون جزء تسويقي، جزء منه تسويقي وجزء منه أيضا مأجور. لكن نحن حقيقة كمان نحن عم نعاني، يعني نحن أحد المعاناة اللي عم نعانيها كناشرين أو كمجتمع سوري، هذه الأزمة الخانقة أو هذه خليني أسمي لك إياها العداء الكبير إلى سوريا. حتى على صعيد التسويق الإلكتروني يعني نحن كتير من المواقع محظورة وتحجب علينا، وحتى أيضا يعني أنت اليوم مثلا في كتير من البرامج والتطبيقات اليوم الجديدة، اليوم الفيسبوك وقت بيعرف أنه أنت من سوريا بيحاول يعطيك أقل وصول إلى الناس. يعني وهذه هذا الفكرة، يعني نحن عم نقود حرب شرسة، حتى حرب إعلامية اليوم حقيقة. نحن الناشرين عم نحاول الوصول، ونحن عم نحاول نتساعد نحن ومجتمعنا. واليوم بقول لك بكل أمانة وضع المهن مو بس السورية، يعني اليوم الاستثمار، يعني عم نقول الاستثمار الاقتصادي إن كان بالكتاب أو بأي مهنة كانت بسوريا عم تزداد صعوبة. لكن أنا بدي أقول لك هدول الناشرين هن واحد من أبناء المجتمع السوري، يلي بدي أقول هن أبطال، اللي نحن تعودنا دائما أنه نحن الصعاب ما توقف بوجهنا. وأنا بدي أكد لك من خلال منبركم اليوم أنه ليست هذه هي المرة الأولى التي تتكاتف علينا الأمم ضد، يعني ويجتمعوا أحياناً. اليوم أنت بتشوفي أنه شو هذا التجمع هذا السلبي ضد السوريين، مو ضد السوريين بس كدولة، مو ضد السوريين كحكومة، لا ضد السوريين كمجتمع. اليوم يعني عفواً، يعني أنا بدي أخذ مثال اليوم الفيسبوك شو أثره السلبي عند مثلا الشركات التطبيقات لحتى مثلا ما تفتح لنا اياه مثلا. فنحن اليوم عم نعاني، لذلك انا بدي اقول انه نحن اليوم بهذه المعاناه الصعبه لازم نحن نوقف مع بعضنا البعض. وقديش كتابنا مبدعين لحتى عن جد ظروف الكهرباء، ظروف الاقتصاديه، ظروف كثيره يمكن عم يقدروا يتجاوزوا. ولكن استاذ هيثم خليني هيك استفسر بموضوع، كان عندنا مشاركات كثيره ورح يكون عندنا مشاركات كثيره، مين هن الاشخاص يلي بيقدروا يشاركوا؟ شو هي الشروط اللي بتكون محطوطه للناشرين حتى يطلعوا يشاركوا بمعارض ثانيه؟ هلا المعارض الأساسية الخارجية الشرط الأساسي والأول اللي نحن بدنا نشارك فيه هو أن يكون ناشر عنده إصدارات.
أوكي. يعني هذا الشرط الأساسي. ناشرين عندهم ثلاث إصدارات هنن يمكن أهم. هدول بدهم يكونوا ينطوا مع ناشرين آخرين. يعني اليوم مثلا عندي ناشر مثلا عنده 70 عنوان أوكي. وناشر عنده 7 عناوين مثلا، فالناشر اللي عنده 7 عناوين بيكون مع الناشر اللي عنده 70 عنوان والمشاركات بتكون يعني بنسميها نحن وكالات بالوطن العربي، وهذه الوكالات موجودة يعني مو بس لسوريا، وهذا على فكرة هي طريقة تطور أي ناشر. سيبدأ من عنوان واثنين وثلاثة وأربعة وبعدين حيكبر ويصير من الناشرين الكبار. إذا نحن بنسميهم هدول ناشرين الشباب أو الناشرين الجدد، يلي هن دائما نحن يجب أن يحاطوا بمزيد من العناية ومن المزيد من التعاون بينهم وبين الناشرين الآخرين، يلي هي من خلالها بيكون لهم دور كتير مهم. ونحن عطيناهم على فكرة هدول الناشرين الجدد يلي الناشرين الشباب عطيناهم مساحة كتير واسعة ومهمة بمعرد مكتبة الأسد اللي صار. صح. معرض مكتبة صحيح. الأسد احتوى عديد من الناشرين الشباب وقدموا لنا روايات مهمة وجميلة جدا، من بيناتهم دكتور مازن كمان بهمني على الكتاب. ناشرين شباب اليوم حقيقة، انت بسؤالك انه نحن اليوم في استثمار بصناعة النشر بسوريا، حقيقة في استثمار. أنا اليوم عندي تقريبا بالسنة حوالي 20-30 ناشر جديد بكل سنة عم يكون، وهذا بيعطي أمل حقيقة. نحن اليوم بحاجة كلياتنا لهذا الأمل، وبحاجة كلياتنا نحن اليوم أنه نكون نشتغل مع بعضنا البعض من خلال مبادرات. يعني اليوم أنا بدي حس المجتمع الدمشقي والمجتمع السوري لنحن نتعاون مع بعضنا البعض، بدنا مبادرات إلى علاقة بالقراءة، بدنا مبادرات إلى علاقة بالثقافة، بدنا مبادرات. شو التسهيلات اللي بتقدموها أنتم كاتحاد ناشرين سوريين لما نقول في تكلفة ضخمة؟ اليوم نعرف مثلا من خلال مثل ما قلت معرض الكتاب في مكتبة الأسد كان في أسعار تتناول رمزية، لأنه اليوم المجتمع المحلي والأهلي لما أنا بدي فوت اشتري كتاب وفي أسعار متفاوتة، يعني يكون الكتاب بين 4000 و 14، هي مبالغ لو كان نحن بنعرف التكلفة. فأنتوا كاتحاد ناشرين هون كان في خصومات للاستمرار بهي فينا نقول الصناعة، وليقدر يعني حتى الأم لما تفوت مع ثلاث أطفال بتشتري لأولادها قصص وروايات وأنت صاحب دار نشر وبتتوجه للأطفال. شو التسهيلات اللي بتقدموها لضم ناشرين جدد لكم وللحفاظ على هي الظاهرة حب القراءة؟ لأنه نحن بنعرف بالعلم والمعرفة تبنى الأوطان، واليوم نحن أمام حرب، مش فقط يعني نحن خلصنا من الحرب الاقتصادية بس في حرب فكر وعقل عم نواجهها اليوم. تمام. في حرب فكر وعقل، في حرب على الثقافة، في حرب على القراءة، في حرب على المجتمع. يعني اليوم حقيقة حتى تماسكنا نحن كمجتمع سوري في ناس ما بدنا يعني تتماسك، وهذا الكلام على فكرة. لذلك وقت أنا عم أقول خلينا نشتغل كلياتنا بحب بمبادرات. اليوم أنا معلش أصحاب الغرف الصناعية والتجارية اليوم أنا بدي إياهم يكونوا مساهمين معنا في حب القراءة، عم يتم التواصل معهم. اليوم مثلا أنا بدي أنا التجار الكبار، الشركات الكبيرة، شركات الاتصالات تقدم الكبيرة مبادرات. تقدم مبادرات تقول مثلا اقرأ، تعالوا نحن اليوم اقرأ، نحن سوريا تقرأ مثلا، نساي مبادرة سوريا تقرأ نقدمها الكتاب يتم تفعيلها للمدارس. أيوة. يعني تبادل الكتب ايضا اليوم يعني شفنا ظاهرة كتير فعاليات تبادل الكتب نحن سويناها، هي اول تبادل الكتب المجاني. اليوم نحن حتى بسؤالك اتحاد الناشرين شو سوى، نحن اليوم بالمعرض مثلا بمعرض مكتبة الأسد وزعنا كم هائل من الكتب مجانا. اليوم نحن عم نحاول مثل ما قلت مبادرات مع مثلا غرف الصناعة، مبادرات على فكرة هي على مستوى المحافظات من خلال منح الطلاب مدارس هي الكتب عن طريق اتحاد الناشرين تكفل فيها حسومات أو إعطاء كتاب مجانا. وتكون هي الشركة اليوم مثلا حنفترض اليوم شركة من شركات بدون ما نحكي أسماء، شركة من شركات الاتصالات. صحيح. شركة من شركات مثلا مثلا صناعة الحديد عندها إمكانيات كبيرة، ممكن تشتري من دار نشر مثلا 1000 كتاب 2000 كتاب 500 كتاب وتقدمه لبعض المدارس، تقدمه هدايا، تقدمه تعمل خليني أقول مسابقات من قرأ هذه الروايات. اليوم حقيقة نحن اليوم نحن حتى الدار نشر تبعنا نحن اليوم بعام 2022 نتمنى فعلا هي تصير على أرض الواقع، حننطلق حقيقة حنلغي العمل التجاري. يعني أنا اليوم الدار النشر تبعي اليوم بعام 2022 حتكون كلها عام مبادرات، عام دعم القراءة، عام إعادة
التوجيه للقراءة، لأنه اليوم بمجتمعنا بصراحة كتير بحاجة لهذا الدور المهم للقراءة. القراءة أي نوع من أنواع القراءة، اليوم نحن نسعى اليوم إلى القراءة الهادفة للطلاب، نسعى إلى تطوير مجتمعنا من خلال الثقافة، لأنه اليوم عفوا يعني حتى اليوم الأزمات الاقتصادية وقت تمر على المجتمعات، التوجه للحلول ما هو؟ التوجه إلى الحلول إلى الأسرة، التوجه بالحلول إلى الأخلاقيات، إلى المتكاتف في المجتمع، لأنه اليوم عندما يكون في تكاتف أسري هذا أولا، بعدين تكاتف مدينة مع بعض البعض، بعدين تكاتف الدولة كلها الجمهورية، هذا التكاتف والمجتمع والتعاون يؤدي إلى إلغاء الجشع، صح. إلغاء الطمع، إلغاء خليني أقول المسابقة في الاقتصادية الغير مجدية. اليوم نحن كلياتنا وقت بنحس نحن اليوم كلياتنا بمجتمع عم تحس الأزمة تبعك هي أزمة تبعي، الأزمة تبعي هي أزمة إلك، عم نحاول نحن نتعاون مع بعضنا، هذا هو دور المجتمع الأهلي أو المجتمع المدني. نحن اليوم كاتحاد ناشرين، كنقابات بكل نقاباتنا السورية، نقابة الفنانين، نقابة الصحفيين، حتى اليوم على فكرة اتحاد العمال، اتحاد الفلاحين، اليوم كلاته مهمته بنسميها دعم لوجستي لهذا المجتمع. اليوم كلياتنا لازم نتعاضد مع بعضنا البعض، مو بس الجمعيات الخيرية هي اللي بتقدم للناس خليني أقول نوع من أنواع التعاون، نوع من أنواع الراحة للمجتمع، لا كمان احنا لنا دور كتير مهم، الناشرين لهم دور على فكرة على صعيد تطوير هذا المجتمع، على صعيد الرؤية الثقافية الكبيرة. أنا بتمنى اليوم التعاون الكبير، حكت الأستاذي على موضوع دور الكتاب، بتمنى. الكتاب هدول اللي هن خليني أقول قادة المجتمع اليوم، لهم دور كتير مهم للتحفيز. اليوم نحن وأنا ما بيخفي على أحد هذه الأزمة اليوم التي تمر بها سوريا، وأنا بدي أكد أنا عم سافر لكل الدول العربية، هذه الأزمة ليست بسوريا، يعني أنا بدي أطمن المجتمع الموجود أنه ليست هي فقط عالمية، ولكن هي أزمة عالمية، غلاء الشحن اليوم على كل المجتمعات، عدم وجود المشتقات النفطية ليست فقط في سوريا، اليوم في عنا مشكلة كبيرة في كل الدول، لكن كل دولة عم تحاول تحلها بطريقتها. نحن اليوم كمجتمع طيب نحن وين دورنا؟ اليوم الحكومة عم تشتغل باتجاه معين، ونحن صار لازم يكون في إلنا اجتماع شغل آخر على صعيد شو؟ على صعيد التعاون، على صعيد الألفة والمحبة. نحن اليوم كلياتنا مهمتنا على فكرة زرع بذور المحبة والتعاون بين مجتمعنا، والقراءة ما في أجمل من القراءة. اليوم أنا وقت عم أشوف هذا التقرير اللي كنتوا عارضينه على هدول الأطفال اللي عم بحمص يلي عم يتعاون، وهذا على فكرة نوع من أنواع المبادرات، نوع من المبادرات الترفيهية للأطفال، وعلى فكرة غير مكلفة، لكن هي يعني تبني صناعة الإنسان، صناعة النشر والقراءة هي تقدم إلى تطور في صناعة الإنسان. نحن اليوم الإنسان على فكرة هو غاية الحياة، صحيح. نحن كلياتنا اليوم الحكومة، المجتمع المدني، المجتمع الأهلي، الأسرة، كلياتها هدفها شو؟ هدفها صناعة الإنسان. ونحن اليوم بأواخر عام 2021 كلياتنا اليوم عايشين هذا عيد الميلاد المجيد اللي بنقول كل عام وأنتم بخير للجميع السوريين، ونحن قادمين الآن أمام عيد رأس السنة، بدنا نكون قادمين إلى سنة جديدة، سنة جديدة تحمل الأمل للإنسان، تحمل الأمل لمجتمعنا السوري، وطبعاً كلياتنا هدفنا بناء سوريا الحديثة، تمام؟ من خلال طبعاً أنا بتمنى تكون البناء يكون أول شيء بناء أخلاقي، وحقيقة عندما نسعى جميعنا إلى بناء الأخلاق عندها على فكرة خليني أقول تعزز من قيم المجتمع. نعم. بعد ما نبني الأخلاقيات نبني بقى البناء الثقافي من خلال القراءة والثقافة. نحن أكيد إيماننا كتير كبير بشبابنا، نعم. وأيضا بمثقفينا بالمجتمع. نعم. لنشكرك كتير أستاذ هيثم شلبين عند عليك. شكرا كتير لكم، وكل عام وأنتم بخير ومجتمعنا بخير والقادم خير بصباحنا. نتمنى مثل ما قلت يكون في اجتماع بين القطاع العام والخاص، واستثمار بالعلم والمعرفة، يصير مبادرات على مستوى الاتحاد والنقابات بالتعاون مع أصحاب رؤوس الأموال من غرف الصناعة والتجارة لبناء العلم والمعرفة، لأنه بالعلم والمعرفة تبنى الأوطان. شكرا كثير لك. شكرا كثير لكم ولجمهورنا، وأنا بعدكم أنه ننقل هذا الكلام إلى فعل بالقريب العاجل. شكرا كثير لكم.